يمكن الاهلي برضو النهارده بسمع ان موسيماني مدرب سان داونز هيبقى موجود في الاهلي. انا شايف، انا بحب جدا الراجل ده على فكره، بحب كوره سان داونز جدا، فرقه بتلعب كوره حلوه قوي وفيها سيستم اللي انا كنت بتكلم عليه في اللينك اللي فات، اللي هو بيلعبوا بسيستم بقالهم 5 6 سنين. يعني الراجل عامل سيستم بيلعب، قاعد مدرب بقاله فتره كبيره مع سان داونز، فعامل سيستم بيلعب بيه اللعيبه. اي لعيب بيجي، يعني الاهلي لعب سان داونز من سنه ولعبه من السنه اللي قبليها ولعب بعد من قبليها من 3 4 سنين، هو نفس السيستم، تطلع الكوره من تحت، لعب في الرجل كتير، تدوير اللعب، السيطره، الاستحواذ، هو ده اللي بتكلم فيه. لما يبقى مدرب عنده فكره مع وقت هيعمل فرقه كويسه. فهو بيلعب كوره حلوه جدا بس عايز وقت برضه. يعني هو من النوع اللي عايز يمسك كوره ودي محتاجه وقت، الراجل لازم ياخد وقت. لكن فكره كويسه واوت اوف ذا بوكس، اول واحد من جنوب افريقيا يمسك، او اول مدرب افريقي يمكن بعد ايمانويل اعتقد يعني يمسك في الدوري المصري، وطبعا بالنسبه للاهلي اول مدرب افريقي يمسك في الدوري في النادي الاهلي. لكن هو مدرب محترم، لعب كوره حلو قوي مع سان داونز، قدم سان داونز بشكل رائع يعني. فهنشوف الموضوع هيكمل ولا لا. النهارده قال ان هو خلاص تقريبا وقع من الاهلي، هي فكره جديده، لكن انا عاجبني جدا كوره جنوب افريقيا بشكل عام، وطبعا سان داونز اكيد بشكل خاص.